استشعارا للمسؤولية الوطنية وحرصا على السلم الاجتماعي وإدراكا لخطورة المرحلة التي يمر بها الوطن، نظمت قبائل حاشد اجتماعا طارئا وموسعا ضم مشايخ ووجهاء قبيلة حاشد. ونتج عن هذا الاجتماع البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والقائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله العظيم. استشعارا للمسؤولية الوطنية وحرصا على السلم الاجتماعي وإدراكا لخطورة المرحلة التي يمر بها الوطن، فقد عقدت قبيلة حاشد يومنا هذا الجمعة 13 من ربيع الأول عام 1439 هجري الموافق 1 من ديسمبر 2017، عقدت اجتماعا طارئا في مدينة خمر. وبعد نقاش مستفيض بين مشايخها ووجهائها وأعيانها وأفرادها، فقد تم الاجتماع على الآتي: أولا، تؤكد قبيلة حاشد على موقفها المبدئي والثابت في مواجهة العدوان الخارجي على اليمن، وتشد على كافة القوى الوطنية التي تشعل بذور الفتنة دون إدراك لعواقب وتبعات ما تقوم به. ثانيا، تدعو قبيلة حاشد الزعيم علي عبد الله صالح والسيد عبد الملك الحوثي إلى احترام الشراكة بين المؤتمر وأنصار الله، وتطالبهم بتحكيم العقل وكبح جماح العناصر المتهورة في الطرفين وإسكات الأصوات النشاز التي لا تخدم سوى العدوان. ثالثا، إن قبيلة حاشد كيان قبلي موحد لا يجزئه أي مجزء حزبي أو مذهبي، ومن هذه القاعدة الثابتة والأساس المتين فإنها تؤكد على استمرار دورها الريادي وتسخير ثقلها لخدمة المصلحة الوطنية والوفاء للنظام الجمهوري والوحدة اليمنية وتضحية الشهداء الأبرار. رابعا، تنبه قبيلة حاشد حزب المؤتمر وأنصار الله بأن العدوان الخارجي لا يستهدف طرفا سياسيا مكونا بعينه، وإنما يستهدف الوطن بأسره، الأمر الذي يحتم على الطرفين لم الشمل وتوحيد الصف وجمع الكلمة. خامسا، تحذر قبيلة حاشد من المحاولات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وفي المقدمة صنعاء الحضارة والتاريخ التي كانت وستظل عاصمة لكل اليمنيين، كما أنها تعلن رفضها المطلق لأي اعتداء على مؤسسات الدولة والمجتمع والممتلكات العامة والخاصة والتعدي على الشخصيات الاعتبارية في منازلها، وكذا رفضها لأي توظيف سياسي أو مذهبي للمساجد والمدارس والانحراف بدورها بعيدا عن التعليم وتعزيز قيم الإخاء والمحبة بين أبناء الوطن الواحد. سادسا، بما أن أنصار الله فرضت نفسها بقوة أو بالقوة كسلطة أمر واقع واستحوذت على القرار في جغرافيا قبيلة حاشد، فقد توالت الممارسات التي ارتكبتها عناصر تنتمي لها وأزهقت أرواح عدد من أبناء القبيلة وزج العشرات في السجون التابعة لها، ولم يجد مشايخ القبيلة من قيادات أنصار الله إزاء ذلك سوى التسويف والمماطلة. ولذا فإن قبيلة حاشد تطالب السيد عبد الملك الحوثي بإلزام قيادات الحركة بالبت في هذه القضايا معالجة للاحتقان ومشاعر السخط لدى أبناء القبيلة نتيجة هذه المظالم المتراكمة والتراخي في حلها، كما تطالب أنصار الله بالتعامل بما يليق ومكانتها وثقلها على مستوى الوطن، وكلها ثقة بأن تجد آذانا صاغية لهذه المطالب. سابعا، تدعو قبيلة حاشد حزب المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله إلى الالتزام باتفاقات الشراكة في المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ الوطني ومعالجة الخلافات والتغلب على التحديات بالحوار دون إقصاء أو تهميش. ختاما، تحيي قبيلة حاشد المواقف المشرفة لبقية قبائل اليمن التي تداعت إلى عقد اجتماعات مماثلة واستشعرت بهباتها الشعبية المسؤولية الوطنية تجاه المرحلة والشعب، لتؤكد بأنها صاحبة الكلمة الفصل في المنعطفات الخطرة والوفية للوطن والشعب وتضحياته. وفق الله الجميع لما فيه الخير والثبات. النصر لليمن بالأحرار والقوى الوطنية، والمجد والخلود للثورة والجمهورية والوحدة، الرحمة والوفاء للشهداء والشفاء للجرحى في مواجهة العدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى العناء.